أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكان سرابا إن جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يخطبا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أتى له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقون سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة الأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء وبناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وخضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذ من يخشاها إنما أنت منذ من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تسدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت أخذها كلا إن يذكرى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان لطعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيه حبا وعنبا وقضبا وزيتونا
ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قدرة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وشرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أسلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والسبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون إن هو إلا ذكر للعالمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأذهبوا إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكدرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين كلا إن كتاب الفجر في الدين وما أدراك ما الدين كتاب مرقوم ويل يوم المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليك آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار في النعيم على الأرواح ينظرون تعالوا في وجوههم لذوق النعيم من قرب روحك من مقدم كتاب ومت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من قسم عين يسكن المقربون عين يسكن بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا كانوا يحبون إذا أربيتم غمرتهم وإذا أقربوا إلى المقربين وإذا رأوكم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا الكفر يضحكون على الأرواح كأنهم لا يرجون الكفر ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذت بعقد وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذت بعقد يا الإنسان إنك كادح ربك فقل فولاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. واما من كذبه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا انه كان مسرورا انه ابن الليحر بلى ان ربه كان بصيرا. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر تسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إنا إذا توقف إذ هم عليها قعود وهم على ما فعلوا شهد وما يقولون منهم إلا يؤمن الله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو المبتدئ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليك حافظ. فلينظر الإنسان ما خلق مما يندفق ومما يصيب الترائب. إنه على رجلنا قادر يوم تبدأ السرائر فما له من قوة ولا سوى السماء يأتي إلى الدرج ولو تأسد إن رضاهم فاصبر ما هو بلا سلام كيد من غيد واكد غيد فمن الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد هدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء وسنقذئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إنما ذكرى سيذكر من يخشى ومن يشقى الذي يسمن القرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرها بقاء الدنيا صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لها طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها سلوة مرفوعة وقوم مرضوعة ورمال وصوفة وأسارة بما بثوثة فلا ينظر إلى الإبن كيف خلوة وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف نصبت فذكر إنما كنت كل سعد من سعد إلا من قال الغفار فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليل العشر والشفع والنصر والليل. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد وذات العباد التي لم يكن فيها وثمود الذين مستقبل فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعمة فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فاقدر عليه فيقول ربي أهلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون الحكم جما كلا إذا دكت دكت وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يذكر الإنسان وأن له ذكر يقول ليتني قمت بحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. يا أيها النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك العقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي من دم قربى مسكنا دم تربى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالعلم أولئك أصحاب الملة والذين كفروا بأذنهم أصحاب الشمع عليهم نار مصلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس
وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا غشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى واستكبر 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 فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأكبر دون نار وقدر الضوء لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسجن وكل الذي أبان وهزكى وما لأحد عنده من نعمة بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عن الصلاة أرأيت إن كان هدى ومن تقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سأدعو السبات كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل البلايا والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن إلا كفر من كتب المشركين منفكين حتى تبيا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وتفرغ الذي تكتب إلا بعد ما جاءت بينا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن المسلمين والمشركين في نجاة وخير فيها أولئك هم شر البلية جزاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البلية جزاؤهم عند ربهم جنات جنات عدن تجري من تحتها فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ابدوا حالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمثيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان ربي لكنود وإنه هذا شيء وإنه يحب الخير الشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها على اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعل لي إماما نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار.
حجتي واجعله لي حجتي يا رب العالمين آمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب ولسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.